مرحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا عبر شاشة مريم تي في وعبر بروجرام اون تايم على الموعد. مثل العادة أنا وزميلتي تمارا رح نترافق معكم على مدار ساعتين من الوقت مع فقرات مميزة جدا وضيوف مميزين. وبحب أقول اليوم أنه كل يوم وطننا لبنان الحبيب عم بيواجه تحديات وصعوبات بتفوق تحمل شعب عريق وصامد بتاريخه وإرادته. شعب تعلم كيف يتحدى الصعاب ويصمد أمام الأزمات، كيف يبني الأمل من قلب المعاناة ويستمر بالعطاء رغم كل التحديات. نحن اليوم نرفع قلوبنا بالدعاء لله ولكل القديسين تيحموا هالوطن من كل شر ومن كل حرب، ولا يحفظوا أبنائه من أي مكروه. صباح الخير تمارا. أمين. صباح الخير إتا، وصباح الخير لكل المشاهدين. أنا بدي لكم جوات كل الدمار والوجع والانتظار والايام اللي عم تنطوي كل يوم مع دموع كتار، لابد انه نحب بعضنا، نحب كل شيء حولنا قبل ما نفقده، نحب كل الاشياء اللي ولا مره فعلا انتبهنا لها اللي قيمتها غاليه بحياتنا، نحب الاخر قد ما بنحب حالنا، وبالحب فعلا وحده قادرين نكون عم نخلق قيمة جديدة من هالأجواء السوداوية ومن الموت اللي عايشين فيه. ريتا، دايما نحن بنبلش مع المشاهدين بوقفة روحية طبعا. فاليوم مثل العادة معك أكيد اليوم وقفتنا مميزة تمارا، لأنه رح تكون الصلاة ليسوع المسيح الملك، ومنقول يا يسوع يا ملك الحب أشفق علينا بما أننا نريد أن نحبك، ساعدنا على حبك بما أننا نعترف بأنك الملك الحق، ساعدنا على معرفتك دوما أكثر بما أننا نؤمن بأنك قادر على كل شيء، رسخ إيماننا برحمتك يا ملك العالم، أشفق على هذا العالم المسكين وعلينا نحن الذين ننتمي إليه، يا ملك السماء هبنا أن نصير رعاياها، تعلم أننا نبكي عزنا، تعلم أننا نتألم خفف عنا، تعلم أننا نحتاج إلى كل شيء ساعدنا، تعلم أننا نتألم بخطيئتنا لكننا نرجو بك، نعلم أنك تتألم قليلا بالنسبة إلى ما نستحق تألمه لكننا نثق بك، نعلم ما فعلناه بك لكننا نعلم أيضا ما فعلته لأجلنا، نعلم أنك المخلص، خلصنا يا يسوع، يا ملك تاج الأشواك، كن الحب الآتي إلينا بحكم استشهاد حبك، افتح لنا بيديك كنوز النعمة والنعم، تقدم نحونا بقدميك الجريحتين، قدس الأرض ونحن الدم الذي يسيل من جروحك، إذا أحببناك فسوف نخلص في هذه الدنيا في ساعة موتنا والدينونة الأخيرة، ليأتي ملكوتك يا رب على الأرض في السماء وفي قلوبنا. آمين. مع هالوقفة الروحية الحلوة فعلا يلي دايما بنحتاجها برغم كل التحديات اللي عم نعيشها، أكيد نحن حابين اليوم نعرف الطقس كيف رح يكون. أكيد ريتا، رح أعرفك وأعرف المشاهدين كيف رح يكون طقس بداية الأسبوع.
بشكل عام طقس خريفي مستقر وجاف عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع درجات حراره بارده نسبيا ليلا وبتلامس معدلاتها الموسميه باوقات النهار. بالنسبه لطقس بدايه الاسبوع فهو صافي دون تعديل يذكر بدرجات الحراره مع بقاء نسبه الرطوبه منخفضه. بتمنى لكم اكيد بدايه اسبوع مشرقه، وان شاء الله كيف ما اخترتوا انكم تقضوه تكونوا عم تقضوه بسلام وسط هالفوضى اللي نحن عايشين فيها. ريتا، من بعد حالة الطقس أكيد عنا جولة مع الأخبار، رح نروح سوا على المتفرقات. أمنا مريم العذراء بتعطينا قوة وسلام وبتمنحنا العزيمة لنقدر نستمر بهالظروف الصعبة، فاليوم حبيت شارك المشاهدين بهيدا الخبر، أيقونة والدة الإله يلي هي سريعة الاستجابة، هي أيقونة عجائبية قديمة موجودة بجبل آتوس المقدس. حبيت شوي تمارا أكيد بركي بالأسبوع المقبل بنحكي أكثر عن تفاصيل هيدي الأيقونة وإلى قصة تاريخية كتير كبيرة، ولكن اليوم أنا دايما بقول أنه إذا بنسمع العذراء بنسمع تضرعة طبعا، وبنحمل المسبحة دايما تمارا لحتى نصلي لها لتكون حميتنا، لأنه هي أمنا، هي العين الساهرة إذا فينا نقول والعين الحامية لوطننا لبنان. مشان هيك حبيت أذكر عن هالأيقونة، ولكن بالأسبوع المقبل تمارا رح نقول عن تاريخ هيدي الأيقونة لأنه بدها فقرة صغيرة وبدها وقت يعني، فحبيت اليوم بس شارك المشاهدين بهالأيقونة المقدسة ونصلي للعذراء دايما لحتى تحمينا وتحرسنا. أكيد ريتا، نحن بخبرنا الثاني رح نحكي عن تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أفاد هذا التقرير بأنه النساء والفتيات بلبنان يعانين بشكل متزايد نتيجة تصاعد النزاعات المسلحة للأسف. بتواجه النساء والفتيات معاناة لا توصف، وذلك لأنه بأمس الحاجة لاستحداث مراكز إيواء تقويم ولا مواد تدفئة وغذاء، بالإضافة لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، فضلا عن الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان حقوق وكرامتهم. ومع ارتفاع نسبة النساء المتأثرات بالمناطق النزاع عالميا ل 40% من إجمالي القتلى العام الماضي، تبرز الحاجة لحماية متزايدة ودعم مخصص لهم. وبأكد التقرير مشاهدينا أن النساء عم بيواجهوا تحديات إضافية بسبب الأعراف التمييزية اللي بتزيد من تعرضهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبتزيد على عاتقهم مسؤوليات منزلية ورعاية أسرية غير مدفوعة. حلو هالخبر تمارا. أنا كمان معي خبر اليوم مفرح، نشرت الممثلة والكاتبة ومقدمة البرامج هيام أبو شتيدي اللي طبعا كلنا منحبها واشتقنا لها عبر إنستغرام صورة من كواليس الفيلم اللي رح تشارك فيه البطولة إلى جانب الممثل الكاتب والمخرج المسرحي المبدع جورج خباز، وعلقت تجربة استثنائية مع فريق رائع، شكرا لكم على هالفرصة الرائعة. وأضافت ميل سكري ميل دانجي هو الفيلم من إخراج فيليب فالار من كتابة المؤلف ألان فرح وبطولة طاقم عمل مميز طبعا بالتمثيل، ونتمنى لها أكيد النجاح لأنه معودين عليها تمارا، وللمبدع جورج خباز. أكيد ريتا، أنا بخبرنا الثاني أكيد لليوم هو خبر إنهاوس من قلب البيت أكيد، بحيث انطلاقا من أهمية الإعلام الهادف بظل الظروف الراهنة، نظمت رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافة الخيرية السيدة ريما يونس الورشة الثانية من البرنامج التدريب الموجه لفريق عمل تلفزيون مريم تي في بعنوان تقنيات الأعداد والتقديم مع الخبيرة الإعلامية باتريسيا سميحة. عقدت الورشة اللي عم نشوف هلأ صورها يوم الجمعة الواقع ب 25/10 بمبنى تلفزيون، وتخلى المداخلة من السيدة يونس ولمدير البرامج الإعلامي جورج معلولة حول أهمية الموضوع، كما شكر السيدة سميحة لجهودها بسبيل العمل على الإعلام الإنساني.
أكيد بنوجه لهم تحية كتير أكيد. كبيرة تمارا وللسيد جورج معلولة. أنا معي خبر كمان تمارا، للأسف حجوزات السفر لمغادرة لبنان تراجعت، فأعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر بلبنان جان عبود أنه حجوزات السفر لمغادرة لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي تراجعت خلال ال10 أيام الأخيرة بحدود 20 و30% عن الفترة السابقة، وأشار ببيان إلى أنه مع بداية شهر تشرين الثاني رح نشهد تراجع بعدد الرحلات، فمثلا سيصبح رحلة واحدة لشركة الميدل إيست إلى فرنسا أو أفريقيا بدلا من رحلتين باليوم، حيث أن الطلب على الرحلات انخفض بشكل كبير. وبالنسبة لطائرات الميدل إيست العائدة إلى لبنان، لفت عبود إلى أن الطائرات الآتية إلى مطار بيروت عم بتكون للأسف شبه فارغة، حيث أن عدد الأشخاص العائدين إلى لبنان عم بيكون قليل جدا، مشيرا إلى أنه طبعا ما عم تتعدى الحجوزات بقلب الطيارة 10% بطريق العودة إلى لبنان. أكيد إن شاء الله قريبا بنرجع بنشوف مطار نعم بيروت أكيد أكيد تمارا بيعجب الناس، لأنه هالمطار هو إذا فينا نقول نبض الحياة ببيروت. أكيد. ريتا، من بعد ما كنا مع هالأخبار خلصنا مفروض أخبارنا، صح؟ صح، رح نروح معك لفقرة صحة، شو محضرتي لنا؟ اليوم حضرة موضوع كتير مهم عن الكوليسترول تمارا، رح نعم نروح أنا وياكي والمشاهدين على فقرة صحة. اليوم مشاهدينا يمكن كتار من الناس قاعدين ببيوتهم ما عم بيروحوا على أشغالهم، وطبعا اليوم الأكل يلي هو أكبر مصدر لارتفاع الكوليسترول بالدم. رح نحكي شوي عن هيدا الموضوع، رح نحكي عن العوارض وكيفية العلاج لارتفاع الكوليسترول بالدم. الكوليسترول هو مادة شمعية بتوجد بالدم وبيحتاج الجسم لإلها لبناء خلايا صحية، ولكن ارتفاع مستوياته بشكل مفرط يمكن أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية. اليوم عم نشوف بهول الصور طبعا مشاهدينا، بهيدي الصورة عم نشوف أول شريان يلي هو كتير نظيف ما في كوليسترول بقلبه، وعم نلاحظ قديه الدم بيكون عم يتدفق بطريقة جدا صحية، بينما بالصورة اللي تحتها عم نشوف بالأصفر هن هالديبو إذا فينا نقول الكوليسترول، أو هالكوليسترول اللي مجمع بقلب العرق أو بقلب الشريان، طبعا قديه مؤذي وقديه بخفف من تدفق الدم بقلب الشريان، وبالتالي هون عم بيكون الكوليسترول بشكل إذا فينا نقول بسيط، ولكن إذا بيعلى أكثر بالدم ممكن يسكر الشريان مثل ما هو، والمريض يعمل نوبة قلبية. عندنا عدة أغراض طبعا بتشير إلى ارتفاع الكوليسترول بعد تناول الطعام، لكن ليست التشخيص النهائي لهالحالة. بيقول الدكتور إبراهيم سعيد أخصائي بالباطنة وسوء التغذية إنه الفحوصات الدورية هي الطريقة المثلى والمؤكدة لتشخيص ارتفاع الكوليسترول ومعرفة مستوى بدقة بالدم، وأضاف بتصريحات خاصة طبعا أنه هناك مؤشرات تظهر على الجسم قد تكون علامة لارتفاع بشكل مضاعف. أما بالنسبة للأعراض، يمكن كتار من الناس ما بيقدروا يعرفوا إذا عندهم كوليسترول عالي، ولكن الشعور بالانتفاخ والثقل، بشير الانتفاخ والثقل بالمعدة بعد تناول الطعام أو الوجبات الدهنية إلى مشكلة بالهضم، وهيدا الشيء بيرتبط بارتفاع بالكوليسترول. عندنا طبعا كتار من الناس اللي بحسوا ألم بالصدر، يمكن يكون الألم خاصة بعد الأكل أو عند بذل أي مجهود علامة على وجود مشكلة بالشرايين التاجية، واللي ممكن تأثر على مستوى الكوليسترول بالجسم بشكل مضاعف. عندنا كمان يمكن كتار من الناس ما بيعرفوا أن التعب والإرهاق هن علامة
انه ممكن المريض يكون عنده كوليسترول خاصة بعد تناول الطعام، وممكن كمان الدوخة والصداع المتكرر بعد تناول الطعام مرتبطة بارتفاع الكوليسترول نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي. وبالنسبة للأسباب، طبعا كتار من الناس يمكن بيفكروا طب شو السبب، أنا اليوم معي كوليسترول عالي ولكن شخص بذات العائلة ما عنده كوليسترول. اليوم في عنا عدة أسباب. أول الأسباب هو ممكن يكون طبعا العامل الوراثي، لأنه في كتير من العيال عنده عامل وراثي بارتفاع الكوليسترول. هيدا المريض شو ما عمل بحياته طبعا العامل الوراثي موجود، وبالتالي رح يكون عنده ارتفاع بالكوليسترول بالدم. وطبعا عنا المشكلات بالقلب، عنا الأكل اللي هو المصدر الأساسي لارتفاع الكوليسترول بالدم. مشان هيك اليوم أبرز هول الأسباب نحن ذكرناهم، ولكن في عدة أسباب أخرى. اليوم نصايح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول، طبعا أول شغلة هي اتباع نظام غذائي صحي، الابتعاد عن الأطعمة الدهنية، وتناول الخضروات قد ما فينا، الحفاظ على وزن صحي، وبالتالي الابتعاد عن التدخين، لأنه التدخين ما بيعلي الكوليسترول، ولكن التدخين كمان له أثار جانبية كتير كبيرة على الشرايين بالتسكيرة. مشان هيك كوليسترول مع التدخين هن سببين ممكن يسكروا الشرايين، وبالتالي المريض ممكن يعمل نوبة قلبية. مشان هيك مشاهدينا، أنا دايما بقول عند أي ألم بالصدر أو أي ألم عند مجهود بسيط أو حسينا بدوخة، لازم دغري نستشير الطبيب المختص اللي هو طبيب القلب، وما نستلشئ بهذا الموضوع، خاصة بوجع المعدة عند الشباب أو عند الأشخاص اللي هن أكثر من 40 سنة، لأنه وجع المعدة ممكن كمان يكون إنذار أنه في مشاكل بالقلب. بعد ما انضميتوا على صفحتنا عن فيسبوك، نحن لايف بهذه الأثناء. رح نكون مع فاصل هيك سريع، ومن بعدها عنا 3 ضيوف بالانتظار. مرحبا، 28 تشرين الأول، القديس البابا تاليس فوراس. أصبح بابا للكنيسة سنة 125، انتقل للملكوت السماوي سنة 136. الفضاء يلي بتمتع فيها حكمة وغيرة رسولية ودفاع عن الإيمان الصحيح. نصيحة البابا تاليس فوراس لإلك إنه تردد هالصلاة: أعطنا يا رب كهنة قديسين. والله معكم. هاي، أنا دكتور جوزيف عبدو، أخصائي أمراض القلب والشرايين، عم بحكيكن عبر مركز يدنا. نحن رح نتابع معكن عبر سلسلة برامج عبر مريم تي في. رح نحكي شوي عن أمراض القلب. ليش رح نحكي عن أمراض القلب؟ لأنه أمراض القلب هن السبب الأول للوفيات بالعالم. يعني قد ما تسمعوا أنه الكانسير كتير أو الحوادث أو الحروب أو الالتهابات، تذكروا دايما أنه السبب الأول للوفيات بكل العالم عند الرجال والنساء هو أمراض القلب. مشان هيك اليوم نحن رح نركز بحلقتنا عن مسببات أمراض القلب، ونحكي شو العوامل وشو الفحوصات اللي لازم نعملها، ونتابع هذا الموضوع عبر مريم تي في. نحن اليوم بمركز يدنا. مركز يدنا هو مركز متخصص بأمراض القلب عند السيدات. اليوم كل السيدة عمرها فوق 45 سنة لازم تتوجه على مركز يدنا حتى تعمل فحوصات تتشوف إذا هالسيدة معرضة تنصاب بأمراض القلب أو لا. فإذا اليوم نحن مندعي كل السيدات أنه يتوجهوا على مركز يدنا حتى يعملوا فحوصات احترازية من دون ما يحسوا بأي عوارض، لأنه اليوم أكترية الوقت مرض القلب هو مرض صامت. منشان هيك قبل ما يصير عنا المشكل، قبل ما نعمل جرحة قلبية، لازم اليوم السيدة تعمل فحص دم، وهالفحص الدم ببين قد ايه نسبة الإصابة والتعرض لجرحات القلب.